مشهد بات مألوفا هنا منذ 4 سنوات. السكان يكافحون للحصول على المياه كلما طرق الصيف بابهم. هذا هو حال نحو 1 مليون إنسان في الحسكة وأريافها ومخيماتها التي أعلنتها الإدارة الذاتية التابعة للأكراد مناطق منكوبة. مشكلة المي هنا، المي ما جعت تواجد لنا، المي متوفر عندنا المي هنا، الحارة كلها جعت عاني من المي، جعت جسار يجي من الساعة 6، يا لحق نعبي برميل يا ما لحق، ازمع لها الخزان وجعت نعبي مي مر من الحارة الثانية، جينا ما جعت نقسل عليهم، مي ما جعت توفر عندنا هنا، خزانات ما بهن بالحارة، الصهري صار ب 15-20 ألف وما عندنا إمكانية نعبي الخزان. يتقاذف المسيطرون على الحسكة وريفها الاتهامات، فالإدارة الذاتية تتهم تركيا والمعارضة السورية بإيقاف عمل محطة علو المصدر الرئيسي للمياه، بينما الأخيرة تتهم الإدارة بمنع مرور الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة، بينما يقف الوسطاء الروس والأمريكان عاجزين عن حل للأزمة التي تخنق الحسكة وسكانها. المطلوب من القوى الفاعلة ضمن سوريا بعدم استغلال المياه في الصراع السياسي هي تحييد محطة علوك عن الصراع الدائر ووضع جهة محايدة لتشغيل المحطة ومتابعة سير الخط الذي يمتد من محطة علوك إلى مناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية. وسط هذه الدوامة يدفع الأهالي تكاليف مالية باهظة لتأمين بدائل غير مستدامة كحفر الآبار وشراء المياه من سائقي الصهاريج التي تسببت بأمراض كثيرة زادت طين المشكلة بالله. غياب التوافق بين الفرقاء وإخفاق الوسطاء في إيجاد حل مستدام يفاقم مشكلة المياه في الحسكة ويضع سكانها أمام موعد محتوم مع كارثة إنسانية. من الحسكة شمال شرق سوريا، جمعة كاش، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.